فهذا الشخص اللي المحكمة العسكرية صدرت في حقه حكم بأنه قام بتسريب أسرار الدولة للخارج، ومضى 26 شهر في السجن، وبعد خرج بالقدرة نتاع الحيل الجزائرية، وبنفس الحيل وبطريقة غامضة تم تهريبه للخارج. اليوم يعاود يرجع باش يتنصب على رأس سوناتراك. فالسؤال اللي هو مطروح، هل يمكن أن يكون هكذا قرار جزائري؟ نحن نجزم بأنه لا يمكن أن يكون قرار جزائري، لأنه تعيينه على رأس سوناتراك ما يخدمش مصلحة الجزائر.